أنا في انتظارك أمي ناري في ضلوعي وحطيت إيدي على خدي. اللي جابك؟ ريحة الطبيخ هي اللي شدتك ولا صوت أم كلثوم هو اللي سحبك؟ أنا عارف هي سحابة. بابا أنا مش فاهم حاجة وبجد قلقان أوي. أنا عايز أفهم أنت إزاي بتتعامل عادي كده وابنك الكبير مرمي في الحجز؟ أنا في انتظارك خلي ناري في ضلوعي وحطي إيدي على خدي وعديت بالثانية غيابك ولا جيت. يا ريت يا ريت. غريبة أوي أغنية أم كلثوم دي أوي. عارف يا حسين، بعد أمك ما ربنا افتكرها كنت دايما أسمعها كل يوم قبل ما أنام، وكأني ببعت لها رسالة بقول لها وحشتيني ارجعي بقى، بس للأسف ما رجعتش. لحد ما في يوم من الأيام جات لي في المنام وقالت لي رسالتك وصلتني يا سالم، أهو هاجيلك كتير، هاجيلك مرة واتنين وتلاتة، هاجيلك على طول يا سالم. وقالت لي سالم أنا سايبالك نبتتين تربيهم، قصدها على زياد وانت. ودينا اهو يا منى، والله العظيم تلاتة عملت بالوصية يا منى، ربيتهم كلتهم وشربتهم لحد ما كبروا وبقوا رجالة. متأكد إن قلبي مش هيطير على حد فيهم. سمعاني يا منى؟ حسين أخوك هيخرج منها، أنا عارف، أنا مش خايف خالص، أنا مطمن عشان أخوك ما عملش حاجة، مطمن خالص هيرجع، والله العظيم هيرجع. ربنا مش هيسيبني في حد فيكم خالص يا حسين خالص. سامع أم كلثوم؟ يا ريت يا ريت يا ريت.